طيب تعالوا بقى نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فكرة انه اي حد فينا بيمر بظروف نفسية زي ما قلت كده قبل ما مداخلة الدكتور هشام. اي حاجة، اي بني ادم بيمر باي حاجة، نفسه كان في حاجة ما حصلتش، هدف كان حاطه قصاد عينه ما تنفذش زي ما هو عايز، مشاكل في البيت في الشغل، كل دي بتبقى ضغوط نفسية. ولادي عايزة لهم حاجة معينة، خاصة احنا داخلين على الثانوية العامة، برضو دي من الأسباب اللي ممكن تكون ضغوط نفسية على الأسر والأهالي. فبالتالي نعمل إيه؟ يعني أنا على فكرة يعني كونسبت إنك أنت تروح لدكتور نفساني، عشان احنا عندنا ثقافة كده اعتدناها من الأفلام العربي إنه اللي بيروح لدكتور نفساني فهو مجنون أو مش متزن، وإنه الناس بقى هتبدأ تتنمر عليه خالص. ده بره فكرة انك انت تقعد، وفي الدول الـ الأوروبية انك انت يبقى لك الطبيب النفسي الخاص بيك كل شهر تروح له مرة، ده شيء مهم جدا وضروري جدا زي تشيك اب كده على جسمك في كل حاجة وبنطالب بيها. فبالتالي انك انت يبقى لك دكتور نفساني تروح له كل شهر تفضفض له، وهو راجل بقى طبعا على علم وعلى دراية وعلى خبرات في ان هو يرشدك ويرشد نفسيتك بشكل ايجابي، ده شيء ضروري. مش عيب انك انتوا تروحوا لدكاترة نفسيين، ده مش معناه انك انت مجنون او لا قدر الله ان انت عندك مشاكل اختلال في عقلك. فده يعني من هنا جات مبادرة انه 1500 طبيب جمعوا نفسهم، هم مستشارين تربويين ونفسيين، ان هم ازاي، وده مبادرة بدعم من وزارة الشباب والرياضة، انه يبدأوا يتعاملوا بشكل يعني مباشر مع الناس اللي عندها مشاكل نفسية. هنعرف التفاصيل مع الدكتورة عائشة حسن مستشار تربوي ونفسي، وهي مؤسسة اعتقد المبادرة، وهي تأكد لي. الدكتورة عائشة صباح الفل على حضرتك. صباح النور، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله. مش لازم اكون مجنون او عندي اختلال عقلي عشان اروح لدكتور نفساني، ده اللي احنا عايزين نطلع بيه النهارده. طبعا، لان منظمه الصحه العالميه لما جت عرفت المنتل هيلث او الصحه الصحه النفسيه العقليه، قالت هي ليست الخلو من الامراض والاضطرابات، ولكنه التكامل ما بين الصحه النفسيه والصحه الاجتماعيه والصحه العقليه من اجل تحقيق السعادة وجودة الحياة. وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه، ان مش لازم نوصل، لا احنا بنشتغل كمان على المرحلة بتاعت البريفنتنج، اللي هي ازاي ما وصلش الناس اصلا للمرض والاضطراب. طب ايه فايدة الدكتور النفساني في حياتي؟ يعني انا بمر بظروف ومشاكل وضغوط وخناقات وصراعات، لو انا رحت قعدت مع حد مثلا زي حضرتك مثلا مرة في الشهر، بطلع ايه بقى؟ هل بطلع بطاقة ايجابية؟ هل بفضفض؟ هل احنا محتاجين نفضفض مع حد ما يعرفش عننا حاجه في الحياه، ولا قريب ولا قرايبنا ولا اي حد ممكن يتعاطف معانا، محتاجين حد علمي حيادي؟ طبعا احنا محتاجين متخصصين. ما هي الفضفضه هي نص العلاج. يعني في اغلبيه الجلسات هتلاقي ان الموضوع عباره عن فضفضه، طبعا الى جانب بقى جلسات انا عايزه افضفض كتير يا دكتور. كلنا عايزين نفضفض، بس هي الفكره بقى مش الفضفضه لاي حد. لان النهارده انت ممكن تفضفضي لاي حد يكون ما عندوش درايه، ما عندوش علم، فالموضوع يتقلب بالعكس. فلا، احنا عايزين نفضفض، بس نفضفض في المكان الصح، علشان لما نيجي نتلقى اي ارشاد او اي نصيحه تكون في المكان الصح فعلا. طيب، والموضوع مش بس ليه علاقه بالامراض والاضطرابات زي ما قلنا، بس احنا مشاكل بنتكلم كمان في المبادره في العلاقات، بنتكلم في التربيه، صح، العلاقات الزوجيه، كل حاجه، مشاكل بينك وبين جوزك، مشاكل بينك وبين ولادك، مش عارفه تتعاملي معاهم ازاي، ابنك كبر شويه، ابنك صغير، ايا كان، هو ده الدكتور اللي هيوجهك بشكل سليم. مبادرتكم بقى 1500 طبيب، جات لكم الفكره منين يا دكتور؟ احنا من سنه تقريبا حصلت الواقعه بتاعت الانتحار بتاعت سيتي ستار، وكان قبليها برضو دي بنوته صغيره. وقبليها برضو كانت الواقعه بتاعت الانتحار بتاعت الشاب رمى نفسه من البرج. فكان في كذا مشكله كده نفسيه، واحنا كنا بنفكر كده كده ان احنا نعمل حاجه ليها، يعني يبقى ليها امباكت كده والناس تحس بيها. فابتديت عملت جروب، جمعت فيه مش بس دكاتره، لا احنا عندنا كمان في اختصاصات تانية، عندنا اخصائيين نفسيين، عندنا معالجين نفسيين، ايه الفرق؟ وعندنا لايف كوتش. ايه الفرق بين التلاته؟ لانه الحقيقه برضو عشان حضرتك اثرت نقطه مهمه في المكالمه، انه بقى في دلوقتي ناس كتيره ما عندهاش اي خبرات وبتخش تقول ان انا دكتور نفساني،
فنتأكد ازاي وايه الفرق ما بين الثلاث اختصاصات؟ طيب نتأكد ازاي؟ احنا عشان نتأكد عملنا حاجة اسمها لجنة تطوير العضوية في المبادرة. اللجنة دي كل اللي هي بتعمله ان هي بتاخد من الناس الشهادات بتاعتها قبل ما يدخلوا المبادرة، بحيث ان الشهادات دي بيطلع عليها حد مخصوص بيفهم كويس جدا الشهادة دي بتعبر عن ايه. فلما حضرتك تدخلي تبعتي لي الشهادة بتاعتك بتقول انك دكتورة نفسية، فانا هسجلك في المبادرة على انك دكتورة نفسية. حضرتك لا، متخرجة من كلية آداب علم نفس، يبقى حضرتك ممكن تكوني معالجة نفسية. لا، حضرتك متخرجة من كلية تربية، يبقى حضرتك أخصائي نفسي وليست معالج. حضرتك مش متخرجة من كل دول لكن واخدة شهادة معتمدة كلايف كوتش من مكان محترم أو معروف، يبقى حضرتك لايف كوتش، يبقى مالكيش دعوة خالص بالاضطرابات والأمراض، لكن بتشتغلي على حاجات تانية زي الدافعية، ممكن العلاقات الزوجية، تحديد الهدف، تنفيذ الهدف، تحديد الأهداف، مشاكلك في العمل، عايزة تنمي قدراتك، الحاجات دي كلها. فبالتالي بقى عندنا دلوقتي زي قوائم من الناس كلها متسكنة في أماكن، فبقينا عارفين مين الدكتور ومين الأخصائي ومين المعالج، فلما يجيلنا أي حالة نقدر إن إحنا نستعين بالناس دي في الأماكن اللي هي فعلا تصلح لي. طب حضراتكم بتقولي لي بقالكم سنة، سنة في المبادرة دي؟ بالظبط كده. اشتغلتوا إزاي بقى على الأرض؟ ايوه، احنا وصلنا بقى في الجروب لحد 22,000، لقيت الناس كلها بتدخل مره واحده وكلهم عايزين يدخلوا. ابتدينا قسمنا الموضوع لحاجتين، حاجات اونلاين وحاجات على ارض الواقع. حلو. الاونلاين طبعا اشتغلنا ويبينار واشتغلنا لايف واستضفنا ناس كتير جدا اتكلموا على خاصه مع الكورونا كمان زودت الضغط اكتر النفسي. بالظبط كده. وابتدينا بقى نشتغل ولايف وحاجات توعويه وعملنا زوم، حاجات كتيره جدا. هنا بقى عايزين نشتغل على ارض الواقع، قلنا يبقى لازم ننزل ببرامج. عملنا برنامج للحضانات ونزلنا بيه في اكتر من حضانه، رحنا مستشفى 57 357 اطفال. ليه اطفال؟ انتوا مين جمهوركم المستهدف؟ الاعمار كل الاعمار، كبار وصغيرين. اوكي، حلو ده. احنا كمان تحت، على فكرة احنا المبادرة مش شخصية كده، المبادرة خارجة من مؤسسة اسمها مؤسسة صحة مصر، ومؤسسة صحة مصر تابعة لوزارة التضامن، عشان نقدر نروح نعمل موثوق فيها. هو يعني مظلة موثوق فيها حكومية. عشان نقدر نروح كمان ننزل على أرض الواقع. والحمد لله كمان الأسبوع اللي فات تابعة وزارة الشباب والرياضة قدرنا إن احنا نعمل حاجة اسمها معسكر الإقلاع عن التدخين. هو كان عبارة عن 150 شاب أقلعوا عن التدخين، لكن كانوا محتاجين سبورت نفسي علشان يقدروا يكملوا رحلة الإقلاع عن التدخين. ورحنا فعلا اسكندريه في ابو قير، الناس دي الوزاره وفرت لها اسبوع كامل تقعد في المعسكر، وكانوا بيلعبوا انتو رياضه. انتوا طريقه العلاج انديفيدوال يعني 1 تو 1 ولا يعني جروب؟ لا، احنا بنشتغل على الاثنين، اللي بيحتاج 1 تو 1 بنعمل له جلسات. اوكي. اللي بيحتاج ان احنا بنعمل ندوات ومحاضرات بنشتغل على الاثنين. في انشطه بقى رياضيه، الحاجات دي بتطلع برضو بتفرز هرمون السعاده، الرياضه، الانشطه، الرسم، الفنون، بتعملوا ده برضو؟ احنا عندنا كمان معالجين بالفن بيشتغلوا معانا، وطبعا معانا اخصائيين تغذيه، وكمان معانا اخصائيين رياضيين. احنا كمان بنروح النوادي، الحمد لله برضو عملنا تعاقد مع اكثر من نادي، عملنا معاهم بروتوكول تعاون، رحنا نادي الزهور ورحنا نادي الاهلي ورحنا نادي الصيد، وبنحاول كمان ان احنا ندخل في مراكز الشباب، وكمان بنعمل برنامج دلوقتي للمدارس عشان ندخل المدارس الحكوميه والتجريبيه، نقدر ان احنا نقعد مع الاخصائيين الاجتماعيين ونقعد مع المدرسين ونقعد مع الامهات في نفس الوقت، لان هم دول يعني الناس اللي فعلا اللي لو فعلا صلحت كل حاجه هتصلح، هيصلح الطفل. سؤال بقى يا دكتور وعايزه صراحه، ال 22,000 اللي دخلوا عملوا لايك بسرعه على الصفحه، معظمهم بنات ولا اولاد؟ بصراحه احنا جمهورنا اكتر ستات فعلا وسيدات، عشان نقول ان الرجاله بتكئب الستات وكأبينهم وضغطين على نفسيتهم. بصراحه هي الاستشارات اغلبيتها بتيجي فعلا من السيدات، بس ده مش معناه ان السيدات، بس ده معناه ان الست واعيه اكتر انها تخش برضو. على فكره ده مش معناه ان الراجل مش تعبان نفسيا، بس هو الراجل ممكن يكون عنده انا اروح لدكتور نفساني. هي الست اللي عندها الوعي اكتر في انها ممكن تتكلم وتفضفض شويه. دي حقيقه، وعشان كده احنا برضو من اهداف المبادره احنا بنقول عايزين نرفع الوصمه عن المرض النفسي. عايزين يا جماعه كل الناس تروح عادي
تعمل الاستشارات بتاعتها وتسأل وتستفيد عشان ما يوصلش المرحلة ان هو يحصل له كبت، والكبت بيولد الانفجار، وبالتالي بنشوف الحاجات اللي حصلت زي المشاكل بتاعت الانتحارات ومشاكل القتل والجرائم دي كلها، ما هي كلها ايوه وانتشرت للاسف في المجتمع. فده مهم جدا لو انا تعبانه نفسيا من مشاكلي في البيت في الشغل مع جوزي مع اولادي، اروح اتكلم افضفض، ممكن يكون انا غلطانه فعلا وهي اللي توجهني الدكتوره او الدكتور للطريق الصح. يعني ممكن اكون المشكله عندي اني باخد كل حاجه على اعصابي، ليه وحنتوفه قوي بيرفكت 100% عايزه الحاجه، فبالعكس ممكن اكون انا اللي غلطانه وهو اللي يرشدني للطريق الصح. دكتور عائشه حسن. طب بشكر دكتوره. أيوة. ما حضرتك معانا لسه؟ انا موجوده. طيب احنا ان شاء الله يعني هنفضل متواصلين مع حضرتك في هذه المبادره، لان انا في جزء كده حضرتك قلتيه حلو قوي قوي، الجزء بتاع الاطفال والحضانات والمدارس، لان انا مختصه في الاطفال والمدارس وبالحضانات، فممكن نعمل مع بعض كده حاجه حلوه سوا. هتواصل مع حضرتك الدكتوره عائشه حسن مستشار تربوي ونفسي. مهمه قوي والله فعلا، احنا عايزين نشيل وصمه العار على الأمراض النفسية، إنه اللي يروح لدكتور نفسي أو أخصائي أو معالج إنه هو ده اللي إحنا زي الأفلام العربي، إن هو ده اللي عنده اختلال والناس بقى ما هو برضه هو معذور برضه إنه يبقى خايف إنه يروح لدكتور نفساني، لأنه المجتمع هيتنمر بيه، يقول لك ده بيروح لدكتور ده مجنون، ما حدش يشغله، ما حدش يتجوزها، ما تقبلهوش عريس، ليه؟ وصمة عار. يعني عندنا الكونسبت فكره انه لو انا عرفت ان بنت بتروح دكتور نفساني يبقى هي عندها مشاكل نفسيه، بقى دي بقى هبعد عنها، دي ممكن تنكش لي شعرها. والله ابدا، عادي، انا ممكن اكون عاديه جدا، ودكاتره وعلماء عايشين بره وبتواصل معاهم وعادي جدا، وناس بتخترع اشياء وبتبتكر اشياء، واساتذه ودكاتره بيروحوا على فكره، ده نعرف دكاتره نفسيين بيروحوا لدكاتره نفسيين تانيين، يعني عادي. فبالتالي ارجوكم نتعامل مع الامراض النفسيه انها مش مرض، وان انا بقى عندي مشاكل فمش هعرف اتواصل في الشغل، مش خالص، انا ممكن ابقى طبيعيه جدا، بس انا عندي حاجه عايزه اطلعها، عايزه اتكلم، عايزه ابقى عندي ارشاد للطريق الصح. ممكن اكون انا عندي مشاكل في التعامل مع الاخرين، فالدكتور ده اللي يقول لي لا انت بتتعاملي غلط، اتعاملي بالشكل الفلاني، هو اللي يديني الارشادات السليمه في التعامل مع الشخص الاخر، عشان ما نوصلش للمراحل اللي احنا بنشوفها، قتل وانتحارات. ده كمان بيوصل العيله ببعض، يعني لو الطبيب النفسي ده بقى طبيب الاسره، فبيكلم بابا وبيكلم ماما وبيكلمنا احنا كابناء، هو هيعرف يعمل حاله ايجابيه عامه، يخلي بابا يتعامل معايا صح، وانا اتعامل مع بابا صح، وماما تتعامل معايا صح، وماما تتعامل مع بابا صح، هيعمل تواصل ايجابي ويصلح العلاقات، سموه مصحح علاقات بيننا وبين بعض، لو انتم مضايقاكم قوي الدكتور النفسي. فيعني عايزين فعلا تتشال وصمه العار الخاصه بيه، فكرة المرض النفسي.